بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط إن ربك لبالمرصاد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا
بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث
كذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله.